بعد الفضيحة الدبلوماسية التي طالت اقتحام الإرهابيين للقنصلية الإيرانية، تم قتل كافة الإرهابيين، وحاليا يقوم القسم المختص بمتابعة تحرياته. سيدي، سيد أشرف هون. خليه يفوت. شايف الفضيحة بعينك أخي أشرف؟ سيد سنجر، كان عندك علم شيء بهذا الاقتحام اللي صار مبارح على القنصلية؟ سيد أشرف، أنت جاي لعند الشخص الغلط لتحاسبه. كنت مفكر أنكم عم تشتغلوا مع بعض أنت والختيار الكبير، بس يبدو أني غلطان. هاي الأغلاط بتدمر كيان الدولة وسمعتها يا أشرف. مشان نصير قوة إقليمية لازم نحرق البلد يلي حواليها؟ هاد مو شغل أنقرة سيد سنجر، هاد شغل جماعتنا. والبشع هون إنهم حطوا زلمة مقنع كأنه ما راح يتركوا أثر. صار وضعنا مسخرة يا أشرف. الختيار الكبير ما عم يرد على تليفوناتي. الختيار الكبير حط المخابرات كلها تحت أمرة هدول، حتى رجالي ما عادوا أخذوا بأوامري. هلأ الختيار الكبير لأنه بيعرف، مو معناته نحن لازم ما نعرف. وفوق منها سحب مني صلاحية إني أجمع الأعضاء، ومنعني كمان اتواصل مع كل الأعضاء يلي برا، وأنا أيدي مربطة وما عم بعرف شو بدي أعمل. لازم نتحرك مع بعض بهذا الخصوص، لأنه هذا الشيء عم يضرنا كتير، ونحن لازم نعرف شو عم يصير بأدق التفاصيل. حتما لازم نكون بالصورة. بتوافقني بهالشي؟ اتصلوا جماعة شي؟ لا. عابد لازم يكون وصل. عاكف شو عملتوا؟ سهرنا كل الليل، ما في حركة بنوم. خلينا نفوت لنشوف. شاكر مانو هون أخي، شو عم تعملوا؟ إذا مانو هون وين بيكون؟ أنا ما بعرف. ريس، ما تخليني أوس براسك. أنا ما رح أحكي شيء. إذا بدك تقوس قوس. لا تحكي حكي ما لك قده، بالأخير رح تتراجع عن حكيك هاد. ريس، أنا بحبك. بالوضع العادي كنت قوصتك ومشيت، بس المشكلة أكبر من هيك. أنا رح جن، عم تفهم؟ بدك تقلي وين نهاد، وإلا العالم رح يحكي كيف متت. على القليلة رح يقولوا مت بشرف، رح يقولوا إني ما خنته لشاكر. غلطان، رح يحكوا إنك متت وإنت عم ترقص. عبد الحي، أنت قلة الشرف ما بتليق فيك. بس التنورة بتليق فيك. ما عاكف، روح على السيارة جيب لنا فستان يليق فيه للزلمة. وقف، رح ابعتكم لعند شاكر. نحن ما اتفقنا هيك. بعتوا رسالة باللاسلكي، قالوا بدهم يفتشوا السفينة تبعنا، وانت بتعرف منيح شو محملين. ما تخاف، هذا شغلي إلي. هدول رجالي رح يقولوا ما شافوا شيء أبدا. ماشي.
هاد يا ابني. انتوا جايين هربانين ولا من الشرطة؟ يلا هلا عم نطلع ومنتفاهم. ما في داعي للحكي، بتقولوا انكم طلعتوا وما لقيتوا شيء. لازم نفوت على السفينة، ما فيني ارجع من دون ما افوت. شو هذا اللي عم تحكي انت؟ زدتوهم بالبحر. سيدي المقنع هجم على السفينة. سميح اوعك توقع بايده، غرق السفينة اذا اضطريت. خليك عندك، اذا قربت خطوة واحدة لقدام منموت كلنا، صدقني راح اعملها. لا تجبرني على هالشي. أركان، إذا ما بتاخذ هالزلمة من هون رح نموت كلنا. روق، وما في داعي ليموت حدا منا، قلنا يلي بدنا إياه ورح نخليك تروح تعيش مثل الملوك. أنت مفكر الختيارية رح يخلونا نعيش إذا عرفوا شو القصة؟ فيني أقعد؟ ايه تفضلي. الجماعة جابوا المصاري. كتير منيح. هدول مضبوطين. اعطيهم كارا. نعم احترامي. انت شو عم تقول؟ مين داهمهم؟ ؟
شو رح تعمل بالبقية؟ انت ارتاح، هاي مو شغلتك. منو انه المنظمة ما يخلوني عايش، لاني اذا طلعت عايش رح اجي ورح ورجيكم وخليكم تتمنوا الموت. خلينا نمشي، الجبل ناطرك على حر من الجمر، في احتفالات بالنصر عم تستناك، لا تخلي الناس تنطر اكتر. ايفان انتصر. شو في جنرال؟ لقيامي قايمة بتركيا، انا بطلت اعطيكم كارة. شو كأنك عم تمزح معنا؟ ارموهن لبرا يلا، رح ندفعك تمن حقارتك يا جنرال. شو صار لحتى ارتفع فجأة سعرنا هيك؟ رح اسألك سؤال واحد، إذا قلت لي رح اعفي عنك وعن رجالك، في زلمة بالمخابرات عندكم بيعمل عمليات ومقنع، مين؟ نزل سلاحك بإيدك اليسار على مهل. على مهل. انتبه تعمل أي حركة غلط. نزله على الأرض. تفشه برجلك لعندي. ومع مين عم تشتغل؟ انت بتعرف مع مين عم بشتغل. نهاد، ما تخليني جن، انا ما عدت اعرف شي. انت مع مين عم تشتغل؟ انت اللي خطفت السيد فاروق. انا بنفذ شو بيقولوا لي الختيارية. وانت من وين بتعرف الختيارية؟ الختايرة اللي بتعرفهم يا بدار العجزة يا بالمقبرة، احكي مثل العالم والخلق. ما عندي شيء اشرحه، اعملوا شو ما بدكن. نهاد، انت كيف بتشتغل مع الختيارية من دون ما تخبرنا؟ المعلم مراد هو يلي دخلني. انت شو عم بتخرف؟ هاي الحقيقة، المعلم مراد بعد ما مات ميماتي اعطاني مهمة خاصة. اللي مهمة شو بقى؟ اشتغلت عند الختيارية وما فيني اشرح لكم اكتر. شو معنات انه ما فيك تشرح لنا؟ بدك تشرح لنا. اذا هيك قوصني، لانك بتعرف اني ما راح اشرح لك. اذا عم تشتغل مع الختيارية ليش لا تخطف السيد فاروق؟ ابني ما راح اسمح لك تحاسبني. ليش؟ مين انت لحتى تحاسبني؟ قبل ما اخذ الاجوبه اللي بدي اياها، يلي رح يلمس نهاد رح اقتله. عبد الحي، عابد انت ما تتدخل. عبد الحي هجوم. ارموا سلاحكم على الارض، على الارض. انا بعد اليوم ما رح ارمي غير الرصاص وبس. روحوا من هون.
انتو مين مفكرين حالكم لتجمع زلمتنا؟ اجيت بوقتك، ما انك طالع من هون، بدك تاخدنا لعند الختيار الكبير. انت بتعرف انه هذا الشيء ما رح يصير. انا بعرف شيء واحد، اني ما رح موت قبل ما حاسبه ليلي قتل مراد على مدار. انا اذا بدك حاسبني. انتو لازم حدا يوقفكن عند حدكن. شو مفكرين حالكن مخلدين ما بتموتوا؟ عبد الحي بكفي. نزل سلاح عبد الحي، وانت نزله. ما بقيان عندي غير روحي لأعطيها، وانا مستعد ضحي فيها لأمحي هالزلمة على الأرض. عبد الحي بكفي. أنا آسفة، ما كان بدي يصير هيك أبدا. بالأخير هيك كلياتنا سوا، ما عاد فيكن تتهربوا ولا تكذبوا، ما رح يبقى سؤال من دون جواب. أركان، أنت زلمة ميت، ما بتعرف شو يعني أنك تخطف عضو من الختيارية؟ روح، أنا ما بحكي مع أموات. أنا ما رح موت لحالي، واحد منكم رح يروح معي على القبر. تفضل سيد فاروق، صرعتني بسميح والمفتاح عن سميح، يلا واجهه. سميح؟ أنا يلي عطيتك أمر تقتل ميماتي باش؟ مو بس هذا الأمر، أمرتني كمان أقتل الختيار الكبير. يا حقير، أنت كلب مين يا وسخ؟ أركان، أنت بتعرف الختيارية شو ممكن يعملوا فيك؟ بيعطوك الأوامر وبس ينحصروا بالزاوية بيحطوا المسؤولية على اللي أصغر منهم. طيب بفرض أنا عطيتك أمر مثل هاد وأنا ما عندي شرف، أنت ليش ما سألت حالك شو يعني قتل الرئيس؟ سميح فهمني، اللي انت على شو اقسمت اليمين؟ انك تخون الختيار الكبير؟ اركان ما بتمر عليها الشغلات هاي، اركان بيعرف شو هو الوضع، واني ما بعرف مين هو الختيار الكبير وقت قتلته. ندائي، خلينا نقتل هالاثنين ونخلص، ما عم بقدر افهم عليهم. بينت يا خاين، هلا رح خليك تزقزق على الكهرباء لنشوف على اي فولت رح تبلش تبكي مثل النسوان. امشي يلا. انا رح حاسبكن على هالمسخرة، ورح حاسب يلي اعطاكن اوامر تعملوا هيك. شيل القناعة، خليني اعرف مين بتكون انت. ما في داعي للاستعراض، أخذنا اللي بدنا إياه، يلا امشي.
نمشي. اتركوني بقى بكفي. انا عم انقذ لك حياتك. هدول ما اجوا من شاننا اجوا من شانك انت. معلم شو صاير؟ ليش بطلوا بآخر لحظة يسلموك للمنظمة؟ قلت للجماعة ماني رايح من دون باقي ومن دون نجدة وباقي الشباب. أنا ما بتركن لحالهم هون. قالوا لي إيه خلاص لكان خليكن مع بعضكن البعض. الله من عنده يسامحك يا معلم. أنت أنقذ حالك هني وخذلنا بتار الخال وساعدتا إذا متنا هون ممثلي. كتر خيرك معلم. حالة شامل تعبانة، شو نعمل؟ انتو تعرفوا الختيارية منيح ما هيك؟ شو في معلم؟ سمعانين بواحد مقنع اسمه فدائي؟ لا معلم، الختيارية ما بيشتغلوا بهي الطريقة. قلن شوية عناصر خاصة بس مو بهالشكل. ماشي الحال، على قليل نفدنا من الموت لفترة قصيرة. صاير شي بموضوع التبادل بس ما فهمت شو هو. معلم هاي فرصتنا وهنن عم يعملوا التبادل، مننتهز الفرصة ومنهرب دغري. لا بقي، لازم نهرب قبل ما يصير التبادل، وإلا رح نعرض حياة جماعتنا يلي فايتين بالقصة للخطر. نحن لازم نهرب من هون بس كيف؟ نحن خلينا نأمن التبادل وبعد ما ناخد البضاعة منقتلهم كلهم. جنرال يكون بعلمك القيادة بموسكو بدها تنهي الموضوع من دون ضجة. إذا ما رجعت شحنة الصواريخ فرح ينقلوا شغلك وحياتك كلها على شمال سيبيريا. بابا القصة صارت خطيرة كتير، ترك موسكو هي تعمل التبادل ونحن خلينا نطلع براتها. إيفان المشكلة مو بالمصاري، ما حدا بيقدر يلعب بقيمتي واعتباري. إذا رجعت خطوة لورا ما عاد في حدا بالعالم بيسمع كلمتي، شغلنا ما عاد يمشي أبدا. رح ناخد الصواريخ ونقتل كارا وجماعته. سيدي أنا كنت مسؤول عن حماية السيد فاروق. مو معناتها تخالف الأوامر. شو قصتك؟ قلنا لك لا تدور على السيد فاروق، رحت أنت تشتغل من راسك لحالك. سيدي أنتوا لعبتوا فيني، كل خطوة عرفتوها عن طريق أينورة بس ما قلتوا لي شي. شو الداعي لحاكيك إذا أنت هيك بدك؟ أنت متدرب منيح بس مع كل هالتدريب للأسف ما عرفت تميز مين هو يلي معك ووقعت. معكن حق، ما خطر على بالي إنه رفيقي بالمجموعة عم يوقع فيني. التجربة هي يلي بتعلمك كل شي. من هلأ ورايح تعلمت درسك منيح، وهو إنه ما لازم تثق بحدا 100% قبل ما تعرفه منيح. أي نورا زميلتك بالفرقة هالشي صحيح، بس احتمال انها تكون خاينة. أينورا غارت من المهمة اللي عطيناك ياها، ويمكن لهذا السبب قررت انه تتخلى عنك. انت شو يلي بتعرفه عن أينورا بالحقيقة وبالحياة العادية؟ اللي لشوف يلي بعرفه انه زميلتي قدرت تقوم بمهامها على اكمل وجه ممكن. أينورا ما قدرت انها تقوم بمهمتها وفشلت. نحن ما قلنا لها إنه تروح تقوص على عبد الحي وإنه تتدخل بالحادثة وتكون طرف.
وبهذا الغلط هي انكشفت وطلعت. سيدي عبد الحي كان مثل المجنون وكان رح يقوص على النائب، كان لازم اتصرف واعمل هيك. انت ما كنت مكلفة بحماية النائب ولا بإنقاذ حياته، وحتى لو كنت مكلفة فانت فشلتي بهاي المهمة. كيف يعني؟ ما قدرتي تمنعي عبد الحي انه يقوص على النائب ومن ورا هالشي مات واحد، وهذا الشي ما انه سهل بميزان شغلنا. بتمنى تتلافوا أغلاطكن وتقدروا تتعلموا منها بمهمتكن الجاية اللي رح نكلفكن فيها. سيدي معقول تعطي مهمة لشخصين غلطوا؟ ممكن نوصلكن لغلط أكبر من الغلط اللي صار بالمهمة السابقة. أنا ما بفكر هيك. أنا يلي شفته أنا وعاكف عاملين فريق منيح. مع كل غلطكن رح سامحكن وما رح أفقد ثقتي بنجاحكن، وإلا ما كنت عطيتكن مهمة جديدة. سيدي طالما في أسئلة بعدها براسي ما بعتقد أني رح أقدر أنجح بمهمتي الجديدة. يا ابني أنت تدربت على أنك تشتغل مهامك تحت كل الظروف السيئة، وهذا اللي لازم تحطه دائما ببالك. وقلة ثقتك بنجاحك بهاي الطريقة هي إهانة لكل يلي قاموا بتدريبك وآمنوا فيك وبنجاحك. وهلأ روح ريح حالك شوي للمهمة، لأنه بعد فترة قصيرة كتير انتوا راح تروحوا على جورجيا. جيت بوقتك سيد متى، هدول الاندال كانوا راح يقتلوني. بدل ما تشكرني إلي تشكر الزلمة اللي انقذك واللي رايحين لعنده هلا. ولوين بقى؟ ابني واقف على اليمين نافذ. انت والشوفير روحوا مع السيارة التانية وروحوا على المكتب، وانا رح اخذ سميعي. سيدي خطر عليك انك تروح لحالك، رح اجي معك. نافذ غيرت، روح على المكتب بعدين افحص عيونك. كيف رح روح لوحدي وسميح شو عم يعمل؟ يلا يلا. نافذ إذا وصف لك نظارات ما توافق، لأنه راسك ما بيتحمل نظارات. سميح أنت بتعرف ليش أنا بستخدم سواق؟ لأني تعلمت قوانين السير من أمي سمرة، مشان هيك ولهيك ما فيني خالف بالسير، ولهيك طلعتي على الطريق بدها تاخذ وقت شوي. بنتي سيد عمر هلا شوي وبيجي، حسني عم يمشي، يمكن يكون في عنده حكي مهم بده يقول لك اياه. لا ماما. انا قصدا بدي ضل معك لوحدنا، بابا عمر رح يحكي لي كلمة وما فيني قله لا، ورح ساوي شي أنا ما بدي إياه. طيب يا روحي، أمك وضعها كتير تعبان؟ أنا ما عم ببكي مشان هيك. في أم بالدنيا ما بتعرف أولادها؟ مع أنه هي تركتني أنا اللي رحت لعندها. صوري لا عرفتني ولا حست فيني، بالعكس بتعرفي شو؟ فكرتني أي وحدة من الشارع. أمك يا بنتي مسكينة وعم تصارع الموت. ما تقولي عنها أنها مسكينة، مراد مانو ابنك الحقيقي. ما بتحسي عليه لو عايش؟ ما في شي بحركك من جوا وقت بتشوفيه ما بتعرفيه؟ يمكن يا روحي لأنه ما عنا أولاد حقيقيين. نحنا في مين إجا حط مراد أمانة عنا، يعني ربينا. حطي حالك مكان أمك يا بنتي. أنا ما كنت بترك أولادي وبمشي، بس ما بعرف شو وصلها لهالمرحلة. أم راح تموت اليوم أو بكرة، ويمكن بعد فترة، ويمكن بعد فترة طويلة. أنا لو بدي حط حالي مكان أمك راح أقول بدل ما تروحي على قبرها بعد فترة
روحي هلا واحكي معها. ما بتستاهل احكي معها. عفوا سيدي، فكرت للحظة أن كنت خليته عني وتركتوني. ليش شايفني من النوع يلي بترك رجاله يلي أخلصوا له؟ سيدي، مين هذا المقنع؟ سميح، أنت قدرت تعرف عنه شيء؟ لا سيدي، صرف بحرفية عالية وما حكى ولا كلمة، وعمل كل شيء عن طريق أركان. واجهوني أنا والسيد فاروق، بدهم يحاولوا يبينوا أركان نظيف، بس لا تقلق علي، ما قدروا يوقعوني بالفخ. كانوا رح يبلشوا يعذبوا فيني على الكرسي، بس السيد متى أنقذني. هذا زلمة الرئيس، بس مين؟ ما في أي معلومة غير إنه هو بيشتغل مع أركان. سيدي، في شي وضع بخص الختيار الكبير؟ راح يتغير كل شي عن قريب مدة. الختيار الكبير ما عم يقوم بوظيفته صح. عفوا سيدي، من زمان كتير أنا عم بستنى هالشي، إني شوفك الختيار الكبير. إيه مزبوط، بس مع الأسف ما راح تقدر تشوف هذا الشي ولا مرة بحياتي. خنتك طول عمري بخدمك، كيف أنت بتعمل فيني هيك؟ خدماتك ما رح أنساها ولا رح أنساها، وأكثر خدمة رح تقدم لي إياها هي إنك تموت. وليش خليتني جيبه لعندك لهون؟ كنت قوصت لك يا براسو هنيك وخلصنا. كان لازم أتأكد إنه ما حكى ولا كلمة. خده من هون، خده على الممر. ماني رايق، تعال بعد شوي. سيدي أنا بكون ميرساد. فيك تفوت ميرساد. ما كنت بعرف إنه في عندك ضيوف. يمكن كنت نايم وانت واقف، مانك عرفان مين فات ومين طلع. خير ابني مرساد، في شي؟ حسيت انه سمعت صوت، كنت مفكرك لحالك، لهيك بس حبيت اطمن. ماشي مرساد، فيك تروح. أستاذة ليلى، عبد الحي متصاوب. بترجاكم تتركوني، إذا كنتوا بتحبوني تركوني موت. عبد الحي، إذا بتحبي المعلم ما تخليهم ياخدوني، ما تخليهم يعملوا لي عملية، ما بدي أعيش. أعطوني نص ساعة لأخسر دمي، ربع ساعة. بترجاكي ربع ساعة تركوني موت. حاجتي عبد الحي مو على كيفك. سديني
لو قلتي لي بدك تموتي أنا كنت قوصت براسك دغري. مالي معزة عندك؟ عملكم ما بدي أعيش ربع ساعة ما عم يسمعوني. قولي لهم يتركوني. على غرفة العمليات. يلا بسرعة يلا بسرعة. شو عم تستنى؟ على العمليات فورا. ما بدي أعيش اتركوني. ما بدي أعيش. ما بدي. خلي جستي تعفن بينهم. حاجة حكي مثل المجانين. كيف بتسمح انه سميح يهرب من بين ايديك؟ سيدي في مين خاننا؟ ما كان حدا بيعرف المكان. لانك تركت وراك اثر. في واحد من عناصر المخابرات قدر يسرب صوركم بالكاميرات الامنيه. من جماعه متى ايمار؟ يعني انتم متاكدين انه متى ايمار هو اللي داهمكم؟ شفنا نافذ عم بيقوص علينا. نحن رح نعمل اللازم. اذا متى ايمار هو اللي اخذ سميح معناها بيشتغل لصالح الخاين. سيد عادل، انت تعديت حدودك وتعديت صلاحياتك، لازم يكون عندك تفسير للي عملته. في بيناتنا واحد خاين عمل فينا مؤامرة منشان تبين انك انت الخاين ونحاكمك على هالشي. طيب ماشي فهمت، بس انت كيف تشتبه فيني؟ مو انت يلي رشحتني للمجلس؟ ولما قلت لك انه ماني مناسب لهالشغل انت يلي اقنعتني. فاروق، كل الادله كانت عم تشير لك وبس. تحت كل حجر كنا نلاقيك. كان فيك تشرح لي وتطلب مني التفسير. بصراحه انا حاولت اني احكي معك. سيد عادل، انت اخونا الكبير، بس انت ما تعاملت معي على مبدا الشراكه. انت سألتني مثل كأنك مسؤول وانا موظف وعم تحقق معي بشي، وهذا اثر علي كتير. انا اسف على الوضع اللي عشته، سامحني، بس معلش، لانه المهمة اللي عبقوم فيها بتتعلق بمصير الامة، وبما اني عبقوم مهمة للامة التركية ما فيني اديها عن طريق عواطفي. كان لازم اعتمد على الدلائل الملموسة وافحصها. حلو كتير سيد عادل، معناتها اعتباراً من هلأ رح اتحرك بس بعقلي وبالمنطق تبعي. يلي عملته فيني إله تمن، ورح اعمل كل جهدي مشان دفعك هذا التمن. شو هي أينورة رفيقتكم؟ اجت خربت بيتنا وراحت. ما تكون هي المقنع. لا، المقنع نهاد. ليش نهاد بيطلع معه شي؟ كيف الختيارية رح يختاروا نهاد؟ هن في عندهم أينورة. لا لا، نهاد. اللي كيف نهاد؟ المقنع طلع نهاد. بالله ليش لا استغرب بعد كل هذا يلي عم بيصير معي؟ أنا قررت ما عاد استغرب من شي.